أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في العالم يوجد أكثر من 16 ديانة، منها الديانات الأكثر شعبية مثل الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية، لكن هناك معتقدات وديانات أخرى لا تمتلك شعبية كبيرة، ربما بسبب غرابة أفكارها. لكن ما هي أغرب الديانات في العالم؟ أولاً، عبدة مارادونا بسبب الهدف الذي أحرزه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في مرمى إنجلترا بمونديال عام 1986 مستخدماً يده اليسرى. أصبح هناك الآلاف ممن يعبدون مارادونا، بل وتم تأسيس كنيسة تحمل اسمه في الأرجنتين عام 2001. أسس الديانة المارادونية 3 أشخاص، ويقولون أن هناك نحو 200,000 شخص يتبعون هذه الديانة من الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وإسبانيا وأفغانستان والفلبين وأستراليا. ويضيف المؤسسون أنهم أسسوا هذه الديانة حبا في نجم الكرة الأرجنتينية والذي وصفوه بصانع المعجزات. الكتاب المقدس للكنيسة هو السيرة الذاتية لمارادونا، والتقويم السنوي لهذه الديانة يبدأ بيوم ميلاد مارادونا، أي أننا نعيش حاليا عام 56 وفقا لتلك الديانة العجيبة. أهم أعياد هذه الديانة هو عيد الفصح، والذي يكون يوم 22 من يونيو، وهو تاريخ مباراة الأرجنتين أمام إنجلترا في كأس العالم عام 1986. ويعتقد أتباع تلك الديانة أن يد مارادونا اليسرى مقدسة وبها سحر إلهي، لأنها اليد التي وضعت هدف الفوز الأرجنتيني في مرمى إنجلترا. ثانياً، عبرة الكائنات الفضائية. في عام 1973 اعتزل العمل كلود فوريلون، الصحفي المتخصص في سباقات السيارات، للتفرغ لديانة الرائيلية التي أسسها عقب مقابلة أحد الكائنات الفضائية على حد قوله، حيث يعتبر فوريلون أن الكائنات الفضائية هي من خلقت الأرض وكذلك كل الذاكرة الإنسانية على مر التاريخ، وذلك على حاسب آلي ضخم، وتستطيع أن تعيد هذه الكائنات جميع الموتى إلى الحياة مجددا عن طريق الاستنساخ. ويقول كلود أنه التقى بقائد الكائنات الفضائية مرتين، آخرهما عام 1975 عندما تم اصطحابه بمركبة فضائية إلى كوكبهم بمفرده. أحد أهم الأيام المقدسة بالنسبة لتلك الديانة هو يوم 13 من ديسمبر، وهو تاريخ انفجار القنبلة النووية في هيروشيما باليابان. معظم أنشطة هذه الديانة الغريبة تتم في إسرائيل، ومؤخرا يريد مؤسسها افتتاح سفارة خاصة بالديانة حتى يتم استقبال قائد الكائنات الفضائية مجددا. ثالثا، ديانة تهدف للتخلص من البشر لإنقاذ الأرض. تأسست تلك الديانة العجيبة عام 1992، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت فكرتها من حلم رآه القس كريس كرودا مؤسس هذه الديانة. ففي الحلم التقى القس بمخابرات الكائنات الغريبة وأخبره بأن كوكب الأرض في خطر بسبب فشل النظام الأيكولوجي، فقرر القس أن ينفذ الوصية وينقذ الكوكب عن طريق تلك الديانة. أبرز ما تشجع عليه تلك الديانة هو الإجهاض وتحديد النسل والانتحار، لأنها تؤمن في الأساس بأن البشر يدمرون هذا الكوكب، فلا حاجة لبشر أكثر، لأن إنقاذ الكوكب يتطلب أولا الخلاص من كل البشر الموجودين عليه. وتؤمن أيضا هذه الديانة بأن البشر الذين يحبون أكل اللحوم يجب عليهم أن يأكلوا لحومهم هم أنفسهم، وذلك عقابا لهم على ما يفعلونه بالطبيعة وباقي المخلوقات الضعيفة. شعار هذه الديانة القاتلة هو اقتل نفسك لتنقذ الأرض. وفي عام 2001، ووسط انشغال العالم مع مأساة حادث تفجيري برجي التجارة العالمي بأمريكا، كان أتباع تلك الديانة يحتفلون بهؤلاء الضحايا الذين سقطوا في الحادث
بل إنهم صنعوا فيديو به مشاهد إباحية بخلفية موسيقية سعيدة تعبيرا عن سعادتهم بموت هذا الكم الهائل من البشر في الحادث. تعتبر هذه الديانة أن الحروب والدمار والكوارث حوادث لديها قدرة ضعيفة على الحد من النمو الإنساني، لأنهم يتمنون سرعة أكبر في التخلص من البشر. والآن عزيزي المشاهد، أي من هذه الديانات هو الأغرب بالنسبة لك؟ لا تنسوا أن تشاركونا الرأي. شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك ثم الضغط على علامة الجرس حتى تصلك الفيديوهات الجديدة فور نشرها. متابعي قناة كل شيء، أنتم سر نجاح القناة. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.